ما نعرضه هنا هو مخطوطة آرامية فلسطينية مسيحية محفوظة في مكتبة جامعة وستمنستر في كامبريدج. على الرغم من ضياع المقدمة لهذه المخطوط، فقد قام الخبراء بتأريخ هذه الوثيقة مبدئياً إلى القرن العاشر أو الحادي عشر ميلادي. فمن المتوقع أن تكون صفحات الرق مصنوعة من جلد الأغنام أو الماعز، إلا أنها تحتوي على بعض من أقدم قراءات الكتاب المقدس المستخدمة في الديانة المسيحية. هذه المخطوطة مقياس 14 في 10 سنتيمتر، تم العثور عليها لأول مرة في عام 1895 من قبل أنيس سمثلويس وماركريتو دينلوبسون. تاريخياً، كانت الآرامية المسيحية الفلسطينية والمعروفة أيضاً باسمها المختصر CBI لهجة من اللهجة الآرامية الغربية وفقاً للخبراء. ما يجعل هذه المخطوطة مهمة إلى حد ما هو أنها تحتوي على عدد من المراجع البصيرة التي قد تعزز فهمنا للهوية الثقافية الآشورية. على سبيل المثال، في الفصل الخامس الآية الخامسة من ميخا يتم تسمية الآشوريين التوراتيين بالصفة الأممية التالية آسورايا، وفي الفصل العاشر الآية 24 من إشعياء يتم تسمية الآشوريين بالسوراي وبدون ألف الأولي. تسمية الآشوريين بهذين الشكلين المختلفين على عكس التسمية الآثورية الموجودة بشكل متداول في السوريانية الكلاسيكي، إنه أمر مذهل حقا. وفقا للتقييمات المقارنة لكلمات CBI القديمة التي عقدت في جامعة كامبريدج، يمكن التأكيد على أن CBI لم يميز بين الصفات العرقية، وأن هذا لم يكن نتاج خطأ الناسخ لمخطوطة ميخا. هذا يثبت بأن الآشوريين كان لهم اسم قومي في جميع العصور.